هذه المعلومة سوف تغير جذريا عالم التنظيف، لذا نستضيف السيد أمين كيميائي مختص لدى هانكل. مساء الخير سيد أمين. مساء الخير. هل يمكن أن تحدثنا عن آخر أبحاثكم؟ في مخابر هينكل الدولية قمنا بوضع تحت تسمية براف ماء جافيل ذات جودة عالمية ومتوفرة حاليا في السوق الجزائرية. على عكس مياه جافيل العادية، براف الجديد يقضي تماما على كل الجراثيم لتطهير تام. نحطوا ممسحة في ماء جافيل عادية ووحدة تانية في براف، ومن بعد ناخذوا إناء كثير للاستعمال في المطبخ. ننظفوا الجهة اليسرى بماء جافيل عادية والجهة اليمنى ببراف. النتيجة مع ماء جافيل العادية تبقى الجراثيم، ولكن مع براف ما يبقى حتى أثر، وهذا بفضل تركيبته الصافية بنسبة 99% والخالية من الملونات. هل يمكنكم الضمان أن براف يحقق التطهير التام؟ ليس التطهير التام فقط، وإنما حماية. هذه تسميها أنت مرأة؟ أنا ماشي طانية للحاجة. أنت يا وجه الشر، كليتي راس مواليك حتى رجعوا يدفنوا فيهم بالزوج، واليوم حبيتي تكملي علينا. هيا بشر. ولو كان كاش ما تدير في روحها فيجا يماك، ما رايش في البيت؟ رفدت حوايجها وراحت. راني هنا ما جازتش، خرجت من جنان. انتم ما راكمش حابين تجرحوها، وهي النهار كامل وهي حاكمه الشقر وتقطع فيكم يا لطيف. بزاف صار هكذا ياسين. ما نقولك حاجه، والله ما نزيد نهضر معك حتى تطلب مني السماح. وش بيك يا ورديه؟ خلينا، جاب لي ربي مرتك وما كنتش تعرفها. كيفاش انا ما كنتش نعرفها؟ خلاص دوكا مات سودات في عائلها معاه. لا لا والله، غير تقولي لي واش كنتي تعرفي على المرحومه. راك حاب تعصح تعرف معلوم. هيا يا وليدي يعيشك، نوض نروح. يا إما أنا مانيش غلط باش نروح نشوفها ونطلب منها السماح. وراس هاد العوينة يا وليدي، غير تجي معايا وأنا اللي نروح نطلب منها السماح. يا إما أنا اللي راني نشوف واش راه صاير. تي راكي بعيدة ما على بالك بوالو، وهذيك كيما هم والله العظيم هي طبيعية، وهما اللي راهم يزيدوها في دلال. يا وليدي هذه مهم فايزة، وأنا معك نروح نرضو فايزة. شوفي يا إما، إلى بك على فايزة غدوة إن شاء الله نروح نشوفها. أوه يا وليدي، كيفاش يعطيك قلبك تخلي اليوم فايزة بيتها منوية عليك؟ أنتم ما ننساش حال تكبروا الأمور، على ليلة وحدة. إيه يا ياسين يا وليدي، الليلة طويلة على واحد اللي يكون زعفان. أرواح نروحوا يا وليدي نرضوه. تعيش. واش نقولك يا ممتي العزيزة؟ ها؟ ما عليش يا للا. للاك بنت النبي، روح حنوني بدل. يا وليدي الله يبعد عليك البلا ويبعد عليك العين. يا سيدي ربي استرهولي. هنا على الشيطان، ريحي روحك. شفيقة، وانا شركي تديري في روحك هكذا؟ هم الله يرحمهم، باباك ان شاء الله يبرى وترجعي له. والله غير عرفتها باللي تديري في روحك هكذا. وعلاش من قبل ما طلعتيش تشوفي يمك وبردتي قلبك؟ باش نقابلها واش نقولها؟ ولو كان نصيب حمد ثم زيد ندير لها مصيبه واحده اخرى. حمد تبدل؟ ما يتبدلش حمد. امنيني كيقولك تبدل، والله غير تبدل. كي رحت مع بابا وفايزه شفناه، والله غير رجع لينا السلام. على خاطر ما على بالوش بزواجنا، لو كان يسمع تشوف اش يدير.
صافية. صح هيا نوضي نوضي تكسلي شوية. يا إما على صافية ونصرين. هيا هيا جرحي شوية. هيا ولا غير تنوضي هيا. هتكسلي رقدي شوية خمي على لي في كرشك ما قدرتش معليش ما ترقديش ريحي جسمك برك هاي ما نقدرش كي نتكسل تجيني الضيقة جيب لي كاس حليب ايما انا صافية ونصر ايما سليم اديني اديني درك القبر تحتي صافية اديني القبر تحصر نصر اديني شفيقة شفيقة طحني والحال بعيد ديني لخاوتي نروح لخاوتي نروح لخاوتي نروح لخاوتي مالش هرقدي غدوة الصباح في الفجر وصلك هرقدي يا هاي هرقدي هرقدي هاي هاي همارك عنا في الكيزة خلاص وقلت بلك سحيب خلاص قل هاد الشي كامل وانا الأخبر خلاص دوكا ربي يسمح لها ادات في عائلها معاها يا ليلى شحال قلت لك ما تدخليش روحك في الشبوكات يا ربي يا ربي اسمح لها نوض خويا صلي وادعي لها بالرحمه ما نتهنى حتى نروح نطلب السماح من دار عمي رابح وعلى انتي تسوي غير بازيرو عندي ها قولي يا عمر هذا من سوي يا طفله انا ضيعه اسمي اسمع دوك نعاود معايا فكا اسمع انا نشوف فطرك ايه واش هذا ما تحشموش السنه 12 تاع الليل وتنوضوا العياط اشرح لي فيهم اشرح لي بالناس ما في وطني راني في داري يا مراعيب رانا نسكنو غير مع فلان وفلان عيب راني ما عاد موز الحال يا رحالة شوفوا والله والله وما سكتوش غير نردكم من الجبل منين جبتكم اما لا اقول انت اما الكفارة انت لي تغسل المحر ولا نسيت نفكرك امنين جبتنا امنين جبت الدرهم بها شريت ودرك هذا الفيلا ام عيشنا في الحرام وتحلفوا بك خلاص خلاص دوك نجي نغسلهم يقولوا الدنيا واحد عطات له وواحد نحات له الجزائر شحال شابة ما سخطيش فيها بيت مستر راسي علاش يا ربي تخليني نتعذب ونتمرمت إذا كنت عزيز عليك أسترني بالموت في النهار نظل قدام دار البلدية وفي الليل يركب لي الخوف ونرتعد كيلو وليا
حبيبي اتكلوا على الله. هي بعقلك ما تطبعوش كامل نعطيكم انا السلطان اللي قلب وحدين يا شعبي العزيز نموت عليك. عمي صالح راك طولت علينا اليوم. ايه كنت انت مشان تفسح باش نهبط الماكله اجهمني لحظة الخروف البوس عادي. أنا دبرت لك واحد المكان اليوم وين ترقد. وين؟ هاوليك فكرت لك واحد فراش فارغ وبنت تلولي زور وهكذا يولول. هاي هاوليك وتنعنع فيه. هاي. خذ راحتك. خيرك يا ربي. الحمد لله. لقينا الرحبة في الاستعجال. الحمد لله. واش فريتها اليوم في البلدية؟ حتى يستقبلوا اليوم عدنا هضروا. صراحة طولوا؟ ماشي لا طولوا. هذا عام اللي دات لنا الحملة وما كان والو. الله يرحمك يا عواوشي. والله يرحمك يا وليدي. ربي معك يا عمي صالح. ولدوا واحد على الشيب وراح. يا وليدي واش قالوا الناس بكري هاللي ولد متوخر يقولوا دريت الشيب للذيب وانا وليدي كلاه الموت ريسيتي. اينوض علينا بسم الله الرحمن الرحيم. خلناه يرقد مسكين ما عنده ما دار بالحاره فوح المكان. كاين اخرين فوحوا البلاد كامله وما كاش من حاسبهم. او صرعنا عمي صالح أو جاني جيعة المخبرات يدقوا جاطاس تاع لوبيا وفاش خلفانا. اتقي شر من أحسن إليه. كبر خيرك خليه يرقد. أنا سلطانكم. أرموا الورد والياسمين تحت رجليا. يا أخي سلطان يا أخي. وغدوة تاني تروح لنا البلدية. معلوم حتى يستقبلوني. وعمي صالح ما عييتش. ما عييتش ما نعياش. ياك أنا في راه شغل. ما عندي ما خسرت كل يوم نجرب سعدي على العقل عندي فايدة تجيبها منهم. نعرف تحركاتهم نعرف حبابهم نعرف وين يمشوا وين يتعشوا كل واش يعملوا حتى بخايصهم. بصح هما ما على بالهمش بيك. ثم السر أنا نعرف عليهم كل شيء وهما ما مش شايفيني. تير شحال شابة. عمي صالح خليك تريح. هاي تسمع راني مليح. مزيه ديك الخطره تلاقيت مختار راجل حميده ورالي وين يدفنوا. قتلوا عليا. لا لا شفيقه برك كاينه. هيا خلينا من الخوف هذا. الحق تهدر عندك الحق. انت ما تعرفش مالية خصوصا لو كان يعرفوا مع من كنت لهيك عايشة وش صرا فيا. لا 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 شفيقة شحال من مرة نقول لك حبسينا من هذا الخوف الماضي ننساوه. خلاص خلاص اسمح لي. سامع ما كاين والو. لا تقلقيني ساعات. الله يرحمك يا صافية. الله يرحمك يا أخويا ناصر. شفيقة علاش هكذا علاش؟ توخت فيهم يا سالم. أنا رايحة كالسراقة رايحة نطلع عليهم في الجبانة كالسراقة. ما قدرتش نقابل يما ما قدرتش نشوفهم. أنا شراكي تمرضين هنا. أني فاهمك أني حاسك بصح بصح واش ديري دوق ما راحش يرجعوا.
ألوف ألوف قبلهم حيت هاو لحقوا لها حنا تاني. ديري الصبر في قلبك، هذا مكتوب ربي. ها شفيقة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما لازمش تكون فيها غلطات، فهمت؟ باباك راه عذرك شخصية. غاول بعيد الحال، ما نجي للحق حتى بالسيف. مغريبة، من نهار اللي طلعت في هذه البلدية وانت تخاف لا يروح عليك الحال. اليوم راني في البلدية، غدوة تسمعي براجلك الفوق. أنا ما فهمتش، واش داك من هنا حتى تروح للجزائر باش تترشح فيها البلدية؟ اللي حطوني ثما على بالهم واش راهم يديروا. كمل وليدي. هاي لك بابا قط. بهذه الكلمة راح نطلع كل فليشة، خصوصا كي راح يحضر المعلم الكبير. أنا تاخذ رأيي، لو كان درت التدخل تاعك حول الأراضي الفلاحية اللي كلها البيطون والدفاع عليها. لا حسبتي يا راجلك جايه؟ آه، إذا حبيت تكون في مستوى المنصب اللي راك طامع تكون فيه لازم توقف ضد العوج. يماك طنها وليدي، كي نوقف ضد البناء في الأراضي الفلاحية منين حبيتي نجيب الأرض غدوة باش نبني لكم فيلا؟ والله هذه ما خممتي لهاش. بابا راح تبني لنا فيلا. صار راك ناوي تبني فيلا وغير حطيت تبنات. وباه ما تخميش، الساس المليح يبنيه الريح. غير وليدي راه الوقت. خلي أنا ما تبعني مليح، لا راني غلط قول لي. لا يعطيك الصحة. زملائي الأعزاء، اسمع بدل لي هذه وليدي، أعطيني كلمة تكون كبيرة ثقيلة على نكبر بروحي، فهمت السياسة؟ وش رايك في الزملاء المحترمين؟ شوية سمعتهم كامل يقولوها. تعرف كان واحد الكلمة يقولوها للشيوخ الكبار اللي عندهم قدر كبير من بعد ربي. ماشي الموقر. طبتها يعطيك الصحة وليدي، نقولوا زملاء الموقرين. بالصحة دي يقولوها للشيوخ الكبار اللي عندهم قيمة على خطر فيها وقار. أنا هذه هي الكلمة اللي تنحي لي الدمار، علاش حنا ماشي موقرين؟ الموقرين يا سعدي. بصح مالك هادي بابا، شكون اللي على بالو؟ المهم حنا نشكروا بعضانا، وثاني أنا لازم ندخل عليهم كلمة جديدة. إيه قول زملائي الموقرين. زملائي موقرين، زملائي الموقرين، إن طبقة الأوزون مشكلت الجميع، نحن يخا على الراجل الإنشاء اللي ما دارهاش في صغره راح يديرها في كبره. امشي تخدمي امشي خجالة يا اخي. زملاء الموقرين. صافي يا اختي الله يرحمك. يا ناصر خويا اسمح لي، يا ناصر خويا اسمح لي، يا ناصر. شفيقة يا سالم توخت فيهم، يا سالم توخت في خالتي. الله يرحمهم. خلاص ما تمرضيش في روحك دوك. مش بعتهمش، مش بعتش خالتي، مش بعتهمش، مش بعتهم. ديري الصبر، هذا مكتوب ربي. على بالي بس راحوا ما شفتهمش يا سالم، ما شفتهمش خالتي، ما شفتش خالتي، ما شفتش خالتي. يا صفية سامحيني يا ناصر خويا، سامحني سامحني يا خويا، سامحني. هدني روح يا مدود في ربي. ما راحش يفيد، خلاص دوك خلاص. هيا يا روح، هيا 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 هاني معك. مازال لي انا. هيا ما شفتهمش يا خويا، يا خويا العزيز توخت فيك يا صفية، توخت فيك يا صفية، يا صفية توخت فيك يا صفية يا خويا. Thank you.
يعطيك الصحة. فهمتي يا خالتي فاطمة. دوك حجيب لي القضية اللي وصيتك عليه. ايه هاني كتبت كلش هنايا. وين شوف؟ زجاجة محمرين، كيلو بنان، تفاح، قهوة نسكافي، قرعة كوكا، العسل الحر، واللوز. نورمالمون هذا هو. هذاك هو. ايه. هذا بال هذا. علاش المصروف هذا الكل؟ وزيد لي ما زغدودة. ما معدني وخلاص يا كيف كيف. لا لا. ما زغدودة ماشي كلمة الأخرين. هذا فيه المانيزيوم وكي تشربوه ترتاح وتولي غير تفرنح. وأقول ربي زيدني علما. يزيدك التلامس إن شاء الله. نقول لك أنا نولي نشريها غير هي. وما تندمش عليها. على المصروف هذا الكل قولي لي فهميني. ما تصنتلوش يا وليدي يا أخي أنا اللي نصرف. أنت المعلمة. لاك تشوف. أسمع قولي قولي حبيتي تخليني في نهار استنى يبرك نبرا وتشوفني. تبرا تبرا ان شاء الله. وشنو هنا نحب ناكل ونشرب ونلبس غير الحاجه العزيزه والغاليه. تلبسي الشوك ان شاء الله. وهذا الشعر علاش قرقطيه يا المصيبه؟ نفحت لي. نفحت لك؟ نفحت لك. حبيتي تديري رايك فيا كي شفتيني حاطم. استني 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 نبرا ونلوي لك رقبتك نوري لك وشكون هو بكير. يا ماما إلا نسيت نفكرك الدراهمي وكلت عليك ربي وصلت لي نحمدون الشكره. سهر سهر يا واحد فكرونا المعوجة تتشفاي فيها. أنا ما نشفاش فيك. أنت اللي حمد ربي اللي طحت بين يدي. أنا ناكل ونوكل. يا دمارة استني استني نبرا ونقسم لك ظهرك. نهار كامل وانت متحرش على قسم ظهري وجاب لك ربي اللي يقسم لك ظهرك وهكذا مازال ما حطيتش. اسمعي وانت درتي الدراهم اللي مدهم لك هم قالوا لي. وعلاش انا راح ننكر درتهم في حسابي في البنكة. شوفي من غدوة ترجعيهم في حسابي انا. الا شفتهم تشوف لعمة. صار كنت حاب تشري مولات العشرين سنة ما تستحيش. 160 مليون ديالي. شو اسمعي قسما بالله والله العظيم غير نبرة ونقسم لك ظهرك. نمعسك نمعسك كي القملة وتلو عينيك تشوف. ونجيب لك مولات 17 حليب ما بين سنيها. موتي بالغيرة موتي. موتي. موتي بالغيرة موتي. ربي دام قران ايا مغار. واش بك احمد؟ رجعت نكره السبيطار من هاد الخلايا. هيا اليوم راح نخرجوه ونتهناو. وهي بنتي واش من هنا واقيلا راح يطول في الفراش. يما بالك تقولي هاد الكلام قدامه. انا جاب لي ربي طبيب قال راح يبرى. اسمعوا ما نحبكمش تهدروا هاد الكلام كاع قدامه. يا وليدي وعلى الدار كاش ما قالوك البلديه مازال ما بان والو يا يما. وكيفاش نبقاو مرميين عند اختك بزاف عليهم. وانا واش ندير كيما احنا كيما الاخرين البلديه مازال ما سكنت حتى واحد. يما ماشي وقته هاد الكلام هذا يجيب ربي. لا لا يا بنتي رانا كثرنا على راجلك والحاله منين رايحه وهي تطول. انا متخلطت كلش في راسي. صح يما دبري عليا. وك البلديه جات وشافت الدار لينا. جات البلديه وشافت الدار وديت لهم الكوارت اللي طلبوهم ورانا نستناو مازال ما فرطش ربي. اسمعوا نسيتوا بلي جينا نخرجوا بابا من السبيطار ولا جينا نقصروا. هيا نمشي وي هيا. شافي قيدك بردين. اسمح لي الحمى
والو شويه ريحه دوق يروح. ريحي ريحي، انا تحلالي الخدمه كي تكوني بحدايا. وجد هاد الخدمه تجي حتى للدار. لا خالد، هذه هي الخدمه. كملتها خدمه ولا مازال؟ والخدمه ما تفراشه. ندير لك تيزانه. ها؟ ندير لك تيزانه. على بالي على بالي كي جيتي على بالي. هاي يعني برك الخدمه. هاي نروحو نشربوها بالصح. انا اللي نديرها. بصح بشرط ما تشربش في الكاس تاع البلاستيك. كنا ملح كنا ملح. شنو؟ ما تشربش في الكاس تاع البلاستيك. خلاص زعفت. ما نزعش ما نشربش نكمل الخدمه. خلاص خلي الخدمه. هيا سيدي ما نحبوش هذا الكاس تاع البلاستيك. مش عارف واش جاك عليه. ولو ما نشربش فيه. ما اي